ورجعنا معكم من جديد في ساعه بساعه كالعاده مع الموسيقى المزيانه ومع الفقرات. نمشيو توت سويت مع سيرين في الفوندو. الفوندو يلا سيري. اليوم في فقرة الفوندو باش نسافر بكم للعراق وبالتحديد لمدينة الحلة بمنطقة بابل، وين باش نحكي لكم على حدائق بابل المعلقة، وهي واحدة من عجائب الدنيا السبعة القديمة، بنيها الملك نبوخذ نصر الثاني عام 600 ميلادي. شو اسمه؟ نبوخذ نصر الثاني عام 600 ميلادي، وكانت تدل على قدرة عجيبة في خلق بيئة خضراء نباتية رائعة الجمال في قلب مدينة صحراوية جافة، وكأنه خطط ضد قوانين الطبيعة كلها. نعودوا بتاع الشمس ومش مساوي واحدة نعودوها فهمتكش متاع بكري اللي تعودها بزربة نعودوها طبقنا كما طبقنا دونك. وقال عليها المؤرخ الإغريقي هيريوت وقت اللي زارها بأنها لي تضاهيها في عظمتها وسعتها مدينة أخرى، وقام للملك بنائها لزوجته سيمراميس تعبيرا على احترامه لها، حيث قالت الأسطورة بأن زوجته اشتاقت لرؤية المناظر والغابات والورود اللي اعتادت على رؤيتها في موطنها، وعلى هذا بنيها بعد احتلاله لفلسطين عام 600 ميلادي. هي واحدة من أجمل الصروح البشرية اللي تم إنتاجها على مر التاريخ، مشكلة على 4 أفدنة على هيئة شرفات معلقة على أعمدة ترتفع على سطح البحر بمقدار 75 قدم، وفيها 8 بوابات أفخمها وأشهرها بوابة عشتار الكبيرة. ويتوهم الكثير باللي حدائق بابل هي معلقة في الفضاء، إلا أن الحقيقة بأنها تسميت بحدائق معلقة كونها موجودة على شرفات القصور الملكية، الشيء اللي خليها تظهر كأنها معلقة. الحدائق هذه فيها برشا أنواع من الخضروات والزهور والأشجار المثمرة، يعطيها منظر خلاب زاهي يدخل البهجة والسرور لكل من ينظر لها. الحديقة هذه موجودة على بعد 100 كيلومتر من جنوب بغداد، بالقرب من مدينة الحلة في قلب المدينة على طول نهر الفرات، وإنها أقصى عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، وهي الوحيدة اللي ليست مصرية ولا يونانية، ويرجع وجودها لجمالها الرائع. وهي من عجائب الدنيا السبع المثيرة للجدل والمحفوفة بالغموض، إذ يقال باللي هي مش موجودة في بابل أصلاً، ويعتقد للبعض باللي الحدائق هذه مجرد أسطورة من نسج الخيال لا أصل لها في التاريخ. ومع ذلك العديد من الكتاب في العصور القديمة قدموا وصف للحدائق على أنها بابلية تبنيت في عصر الملك نبوخذ نصر وبقيت إلى العصر الهلنستي، وتوصفت في النصوص الرومانية واليونانية، واللي جعلت من هذه الحدائق أعجوبة رائعة، فهي عبارة عن نباتات وأزرار تدلى كالشلال من ارتفاع 22.86 متر وسط الأعمدة والتماثيل. وبغض النظر على الموقع، فإن أهم ما يميز الحدائق هو طريقة نقل الماء لارتفاعات كبيرة، إضافة للجمال الفني والإبداع في البناء. وقد ذكرت مدينة بابل في القرآن الكريم مع قصة الملكين هاروت وماروت، وقد كانت مدينة بابل العراق وهي العاصمة للحضارة البابلية القديمة اللي نشأت في العراق، وقد سميها القدماء بابل، ومعناها في اللغة الأكادية بابل إله. كانت هذه فقرة هي موجود ما زالت موجودة معناها هي 2013 عملوا معناها دي غوشيخش بأنها لي غوش متاحها مازالوا موجودين. هي معناها ما عادش موجودة اللي هي ما عادش موجودة هيك علاش دخلت قالوا لي هي أسطورة. أما 2013 لقاو لي تخاس لي فوسيل متاحها. دونك من احسن العجائب اللي كانت موجوده بالسوء في العلاقات صحه سنين. هيك كانت الفوندو الفوندو من الفوندو. على فكره قبل ما يبدا عزيز يحكي على الفيلم فيرست اوف ليجند، اول فيلم تفرجت عليه في البي سي، تو يحكي لنا هو على الستوريك نتاع الفيلم،
هو فيرست اوف ليجند. كنت مغروم برشا بالاكتور والله. ظهري دومين دومين كاد ظهري دومين تخوا دومين كاد دومين تخوا. اتو من بعد نرجع بيان سور مع عزيز توت سويت توت سويت. عزيز في تلفزت زمان تلفزت زمان تلفزت زمان تلفزت زمان مع عزيز. اولا من عام الفيب منتصف التسعينات 94 منتصف التسعينات. اما نتفرج على الدميم عادي مش بعيد برشا هونتوكا. يلا عزيز في فقرتنا لليوم باش نسافروا بيكم للسينما العالميه واش نقترحوا عليكم فيلم اسيوي القاره وجه كبير على الصعيد العالمي وهو فيلم First of Legend. Some men fight for love and honor. Some men fight for country. Now one man must choose. When a legendary teacher is murdered, his best student must risk everything to protect the woman he loves and to avenge his master's death. International superstar Jet Li has the power in his hands to settle the score. Fist of Legend. First of Legend هو فيلم يصنف ضمن أفلام الأكشن مدته 103 دقيقة. تم إصداره لأول مرة في سنة 1994 من بطولة الممثل الصيني الرائع جيت لي. الممثل الحقيقة أبدع في الدور متاعه بشهادة الجميع وبشهادة المتفرجين من كل أنحاء العالم. الفيلم من هونغ كونغ تمكن باش يوصل للعالمية وين تم عرضه في العديد من القاعات السينمائية وشارك في العديد من المهرجانات الدولية حول العالم ونال أعجاب المتفرجين من جنسيات مختلفة. أحداث الفيلم بالأساس دور حول جيت لي اللي هو حاضر في إحدى الفصول الدراسية في جامعة كيوتو بالصين تحديدا في شانغاي. يصدم على الجامعة هذه مجموعة من الطلاب اليابانيين ويقتلوا المدير ظهر لي هذا هو وبش يقتلوا برشا أشخاص أخرين ومن وقتها بش تبدأ حمالة الطفل هو معلم جات لي في التمثيل اللي قتلوه هذا هو ومن وقتها بش تبدأ الصراع بين جيت لي والمجموعة الصينية وبين المجموعة اللي صدمت عليهم الأول اللي هي مجموعة يابانية وبش نعيشوا الكثير من مشاهد الأكشن والإثارة والتشويق. فيلم في غاية الروعة. وفي الأخر جيت لي بش يموت في آخر الفيلم حرقت لهم على فكرة جيت لي أنا شخصيا نعتبره أحسن ممثل مثل الأكشن في العالم أون جينيرال. انا نكلاسير رقم واحد خاطر نكون مغروم برشا بالاكشن. دونك جيت لي ومن بعد جون كلود فان دام وجاكي شان وبروس لي عندي يعني معناتها تهريج الحقيقه كوميديا اكثر منه اكشن لكن بالحق معناتها فما بويكا زاده في الاكشن زاد ما نعرفوش يوري بويكا فاش عملناهوش بالحق لازم نسبيوت فما الاول والثاني والثالث والرابع الحقيقه ايش قولك انا جات لي يعجبني معناها خاطرني نبلك شينا مدرسه قديمه الحقيقه جات لي جون كلود فان دام في جديد في الاكشن ليام نيسن اللي حكينا على الفيلم تاعو واللي عمل تيكن بيان سور هذوما معناتها اما جاكي شان وبروس لي وكذا عندي يعني اساطير ويعملوا في الكوميديا اكثر منهم الاكشن الحقيقه. يعطيك الصحه عزيز هكا كانت تلفزت زمان تلفزت زمان تلفزت زمان تلفزت زمان مع عزيز. من تلفزت زمان مشيت توت سويت لجديد الموسيقى. جديد الموسيقى في ساعة بساعة enfin du neuf à la radio. جديد الموسيقى في ساعة بساعة. جديد الموسيقى جينا مع عند الفنان سعد الفهد من انتاج شبكة روتانا الغنية اسمها زي عيونك خرجت 17 اكتوبر 2003 و